في السماء تشوف اللي ما شفتوش عندنا نجوم في السماء. انت مغامر جدا في حياتك وبتجرب حاجات كتير مختلفه، احكي لي ايه اغرب حاجه جربتها او عملتها؟ والله يعني انا مش عارف، انا مش شخص مغامر قوي يعني، انا برضو في الاخر على برج الثور يعني، لو تحطني في حته كده وابقى قاعد متامل هبقى مبسوط. اوكي، مشاركتك في دراما رمضان السنه دي مع محمد رمضان تعتبرها مغامره؟ طبعا مشاركتي مع محمد رمضان بالنسبه لي طبعا مغامره، انا مع نجم كبير وممثل قوي جدا بيعمل اي حاجه يعني، دايما اي حد بيطلع معاه بيبقى مختلف وجديد، فهي دي تبقى اجمل مغامره بصراحه السنه دي. ممكن تغامر وتغير حاجه في شكلك او جسمك عشان دور؟ يعني ممكن تتخن مثلا، ممكن تخلي واحد انت واحد تاني خالص ولا؟ طبعا طبعا بحاول اعمل ده، وبحاول اعمل لكل شخصيه كمان جسم وتاريخ للشخصيه فيزيكال يعني. اوكي، في ناس كتير بتشبهك بعمر الشريف، ربنا يخليه. لو اتعرض عليك تجسد قصه حياته هتغامر المغامره دي ولا لا؟ طبعا ده حاجه تشرفني جدا جدا. اوكي، طب بما ان النهارده مغامرتنا فيها طيران، عاوزينك تقول لنا هيبقى اسمك ايه لو هتبقى سوبر هيرو بتطير؟ الطائر المحلق. اوكي اوكي استاذ طائر محلق، احنا كده خلصنا اسئلتنا، وعشان تاخد تاشيره المغامر دلوقتي هنروح نختبر ثباتك الانفعالي وقوتك كمغامر بفي ار تيست ونشوف ايه اللي هيحصل. انا بخاف جدا من الفي ار تيست ده، يعني انا ممكن اعمل السكاي دايف بس الفي ار تيست فانا مش عارف ايه اللي هيحصل. لا ده هاتي هنشوف ايه اللي هيحصل. اوكي جاهز؟ ماشي، يلا بينا. ماشي، شاطر يا مجدي، جامد، ادخل جوه الدايره. انا جاهز بقول لك انت جامد، يلا بينا. اديني بس اديني بس الاحساس. سرع بقى، سرع سرع اكتر. ايه الشطاره دي يا مجدي؟ مش معقول. تعال تعال. ايوه شت، اوف ذات واز دينجرس. زي ما انت على طول كده تدخل تخش جوه في ال. ايوه هوبا جامد، خلاص انت كده تمام. لو شفت الدخله اللي هي بين الجبلين دي. ايوه وبس، دي بعدها خلاص. خش دي، خش خش نايس، خلاص كده جامد جدا مجدي. طب انت ما شاء الله عليك، انت طلعت مغامر قوي يعني، اللي احنا شفناه دوت مش واحد يعني بيعرق. خبره طبعا. فدلوقتي انت مغامر بنسبه 95%. اوكي، وده هيديك لقب مغامر مش سهل خالص. فانت دلوقتي جاهز لتاشيره المغامر، هتاخد باسبورك وتسلم لهم هناك، ده اول حاجه. بس قبل ما نطلع على الطياره عايزينك تسجل فويس نوت مش هنسمعها الا قدامك لما تنزل هناك في الطياره. اوكي اوكي، فدلوقتي انا هخلع وانت ايه كمل مع نفسك، طلع ماشي. الموبايل واعمل فويس نوت. انا بقول لنفسي في الفويس نوت دي، ننطلق على مغامرتنا عايزين نعرف منك مين كان نفسك يكون معاك دلوقتي ويعيش معاك المغامره. هو انا بالنسبه لي دايما احسن ناس احب ابقى معاهم هي عيلتي، بابايا ومامتي واخواتي وبتاع البنات، بس طالما ان ده يبقى صعب فانا دايما بروح لاصحابي، عندي 2-3 اصحابي كده هم دول اللي دايما بيحمسوني واحب ابقى معاهم. طب قول لي اسم واحد منهم بس. يعني في طبعا طه، وفي مك الكبير ومك الصغير. طب اوكي، طب عايزك تكلم لنا حد منهم دلوقتي وتعيشه معانا مغامره وتوري له اجواء الدنيا وتقول له ان انت هتعمل سكاي دايفنج، شوف هو هيقول لك ايه. هكلم احمد مك الصغير. احمد ابو حميد حبيبي، ازيك يا صديقي؟ تمام
حبيبي الحمد لله كله كويس. اخبارك؟ انا هنزل بالباراشوت، هنط بالباراشوت كمان شويه. فعلا؟ ايوه. بصراحه انا كنت مستني اليوم ده من زمان، وهنط من الغردقه على سهل حشيش. مستعد؟ انا مستعد، وتخيل بقى المنظر اللي الواحد هيشوفه، يعني مش عارف ايه اللي هيبقى، اكيد حاجه جميله جدا. يلا حبيبي ابو حميد، حبيبي ابو حميد، يلا هطمنك لما انزل. نجوم السماء الأخبار. طيب دلوقتي يا مجدي، احنا في الفقرة التانية اللي هي Airplane Mode او وضع الطيران. اوكي. اوكي، احنا عارفين عنك انك بتحب تفصل كتير قوي. ايوه. بس مين اللي دايما عارف انت فين وبتعمل ايه؟ بصراحة عترة اعز اصدقائي، ودايما عارف انا فين وبعمل ايه. ايه الحاجه الثابته في روتينك مهما انت اتغيرت؟ الحاجه الثابته هي الفطار. فطار لازم اصحى افطر شوفان. اوكي، دلوقتي اسالك سؤال، ولو انت بتنط صح في اوبشن انت ما تنطش. ليه؟ انا عايز انط اصلا. انت بتجاوب عليه بقى يعني؟ طيب هجاوب عليه، حاول اجاوب عليه. عشان اسمك كان ايه في الميكروفون؟ اسمي فير مايكروفون كان مجدي. صح، انت شاطر، بس كده كده يعني هتنزل غصب عنك. انا عايز انط، انا اكسايتد جدا. ماشي يلا بينا.
السلامه. الله يسلمكم. والله بسرعة اقول لي احساسك ايه دلوقتي؟ احسن احساس في العالم. الجو فوق كان لطيف. ده احسن جو في الدنيا. طب يلا قول لي اخر مسلسل شفته وكلمت البطل بتاعه قلت له معجب بيه جدا. اخر مسلسل شفته كان نسيت. ناهد السباعي. ايوه اللي هو في منعرب اهلها. ايوه كلمتها وقلت لها ده احلى دور اصلا في تاريخ الدراما. ويلكم يا ويلكم على الارض ويلا بينا نروح نحورنا بسرعه. نجوم السماء مبدئيا مجدي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك بشكل جيد. قول لي في الجو بقى كان احساسك ايه؟ فكرت في ايه وانت في الجو؟ الحقيقة انا كنت معايا تيم حلو جدا جدا وهم اللي طمنوني بصراحة، وبعدين احنا طلعنا الاول عند 8000 فيت وساعتها في مجموعة نطت فالواحد هو بيودعهم كده حس بالامان، وبعد كده طلعنا على 15 فيت فده يعني ايه خلاص ما يعني الناس اللي نطت دي كويسه يبقى احنا كنا كويسين احنا كمان، بس لا بجد كانت تجربه عظيمه. فمغامرتنا النهارده ايه كانت اصعب لحظه عندك من اول ما كنت في الطياره لحد ما نزلت على الارض؟ هي بصراحه كانت اصعب لحظه وانا داخل المطار، يعني لاني ما كنتش عارف وانا بترعش عشان بردان ولا عشان خايف، فدي اللي كانت مربكه شويه. طب بمناسبه دماغك وانت يعني في مرحله كده قاعدين فيها على البحر وفي مارينا الغردقه، عايزك تقول لي لو انت في مركب لوحدك هتاخد مين معاك من المشاهير؟ اثنين من المشاهير. فمثلا مين بصراحه هقول لك مثلا يعني اكتر حد ممكن تنبسط معاه وانت قاعد معاه يعني في قاعده لطفي لبيب. طيب اشهر المعالم اللي زرتها في الغردقه وعايز تقول للناس تعالوا زوروا ده في الغردقه، ايه هي الاماكن دي؟ بص الغردقه مدينه جميله جدا وفيها كل حاجه، فالحقيقه يعني اي سبوت في الغردقه هتلاقي نفسك فيه، يعني من الشوارع للفنادق للبحر للجبل للصحراء هتلاقي ذوقك هيبقى موجود في المدينه دي اكيد. مجدي انت اثبتت انك مغامر جامد جدا وده باين دلوقتي في كلامك، بس هنتاكد اكتر اما نسمع الفويس نوت اللي سجلتها قبل ما تطلع الطياره. ممكن نسمعها ونعرف انت قلت فيها ايه؟ الفويس نوت اللي انا سجلتها وانا خايف؟ ايوه انا عارف شو انت كنت خايف ولا لا بس دلوقتي. نسمعها. أنا بقول لنفسي في الفويس نوت دي إن أنا كمغامر جامد جدا. مغامر كويس. أنت واخد رتبة مغامر كويس. فأنا جاهز لهذه المغامرة وأنا فخور جدا بيا وأتمنى إن أنا أوصل في هذه المغامرة ومتحمس أشوف الأدرينالين والدوبامين والسيروتونين كلهم مع بعض هيعملوا إيه. يلا ألف الحمد لله على السلامة. يا رسالة من عالم آخر.